الناشئين من النادي الاهلي بيحققوا دايما الانتصارات والبطولات، وفي البعض الاخر القليل جدا اللي ممكن ما يكونش بيصادفهم الحظ والتوفيق هذا الموسم. طيب خلينا نروح سريعا للكابتن اشرف ابو زيد المدير الفني لفريق 2003. كابتن اشرف مساء الخير عليك. كابتن اشرف اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا ميدو، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ تمام والله الحمد لله. يعني مبروك طبعا الفوز النهارده في مباراه سموحه، مباراه اكيد كانت صعبه، وفي كمان ملعب سموحه نتيجه كويسه 1-0 ان انت تفوز في ظروف اكيد كانت صعبه بره ملعبك. اتكلمنا عن المباراه والامور كانت ماشيه ازاي بالنسبه لك؟ لا الله يبارك فيك، طبعا ده الطبيعي انك بتكسب، انت برضو النادي الاهلي طبعا. لكن انا بس المشكلة بتاعتنا بتاعت فرقة 2003 عانت مشاكل كتير من بداية الموسم. الكابتن عادل اشتغل معاها فترة والراجل عمل اللي عليه وعمل فرقة كويسة، وبعدين كمل الكابتن سمارة وجيت انا الدور الثاني. الدور الثاني الحمد لله، يعني لعبنا 13 ماتش، كسبنا 6 ماتشات، اتعادلنا 4 ماتشات، خسرنا في 3 ماتشات. لكن بس انا عايز اوصل حاجة، يعني اتفضل. بالنسبة لسن 2003 2004 تحديدا، السن ده دايما اللي 14 و15 سنة تحديدا، السن ده بالذات، يعني احنا السنة دي نهينا المفروض مركز رابع. الرابع نهينا مركز رابع. طبعا ده كاسم النادي الاهلي ما يليقش بالنادي الاهلي، انا معاك في ده كله. بس انا بس حابب اوصل حاجة للمسؤولين عامة في اتحاد الكورة، ان انت بتخسر طول ما انت سايب المسننين يلعبوا براحتهم، مفيش رقابه. كل فرقه بتلعبها السنه دي فيها مش اقل من 4 5 لعيبه مسننين، بعكس النادي الاهلي ولا لعيب مسنن. ده فرق معاك جامد جدا، فرق معاك جامد جدا، لان في المرحله السنيه ديت لما تلاعب فرقه فيها مثلا جول عنده 20، انت منتظر ايه؟ يعني انت منتظر ايه؟ دي ازمه بصراحه بيواجهها قطاعات الناشئين كلهم. لا بيواجهها، وبعدين انت تيجي تلاقي ناس بتقول لك احنا خدنا بطوله ومش خدنا بطوله، طب ما الناس مش واخده بالها من النقطه دي. انت هات السنه دي فرقه النادي الاهلي وشوف وشوش النادي الاهلي، وشوف الانديه تحديدا الثلاث فرق الاوائل اللي هم واخدين اول وثاني وثالث. معلش يعني انا اسف، يعني بالنسبه انا ما بغلطش في نادي المقاولين، السنه دي تكتشف في نادي المقاولين واحد برضه مزور وينسحب والكلام ده كله. طب وبعدين؟ يعني مش في صالح الكوره اصلا. طيب خليني اسالك سؤال اخير يا كابتن اشرف، ايه اللي هتشتغلوا عليه الفتره الجايه عشان تصلحوا الاخطاء اللي ممكن تكونوا وقعتوا فيها السنه دي واللي ادت لاحتلال النادي الاهلي؟ أنا كاخطاء فنيه طبعا، انت على طول بتبقى عايز تعمل تدعيمات وتشتغل على فرقتك، بس احنا هنفضل كل سنه ما بنتكلمش في النقطه ديت، والنقطه ديت اساس الموضوع. انا فرق بتجيب كل سنه 4 5 مسننين، 6 مسننين في الملعب، يعني العمليه زادت جدا. طب انت هتواجه واحد عنده 20 سنه ولا 18 سنه؟ احنا بقى بعد سنتين، بعد 3، لما بنلعب الفرق ديت، لما بنوصل 17 و18 سنه، الحمد لله انت بتاخد البطولات زي 2001، زي 99 ما كان ماشي بشكل كويس، زي 97. يعني انت 97 السنه دي لما خسرت من الزمالك، وده لان احنا برضو، انا اسف يا امير، احنا ما بنتكلمش على كده. انت لما لعبت نادي الزمالك لعبتها السنه دي، نزلوش 3 لعيبه او 4 لعيبه من الدرجه الاولى او 5 لعيبه بالظبط. انت في حين انك انت بتلاعب نادي الزمالك الدرجه الاولى بتلعبها بمواليد 2000 ومواليد 99 الكابتن عمرو انور، انت واخد البطوله مع الكابتن عمرو انور دلوقتي وانت مواليد 97 قبلها ب4 اسابيع، في حين ان الفرقه اللي كسبتك دي واخد مركز 7 او 8. طب انت ما حدش بيتكلم على كده ليه؟ هي يعني ما يعني فهي طيب. عمليه التسنين دي مشكله يا امير، يعني اكيد هي مشكله بيواجهها قطاعات الناشئين بشكل كامل في مصر، ولازم يكون ليها علاج وحل بشكل سريع، وبقالنا فتره بنسمع عن علاج لهذه القصه لكن مفيش اي تطور فيها للاسف. لكن كابتن اشرف اكيد يعني ببارك لك على مباراه النهارده وهارد لك على خساره البطوله، لكن كل التوفيق ان شاء الله ليكم في المرحله الجايه. كابتن اشرف ابو زيد طبعا المدير الفني لفريق 2003، بنشكره شكرا جزيلا. طيب في خبر هام جدا جدا خاص بالكابتن محمود الخطيب واجتماعه ب